إذا كنت تظن أن المملكة المتحدة، بريطانيا وإنجلترا هي تسميات مختلفة لمكان واحد، فالواقع غير ذلك، والاختلاف بينها كبير. لكن ما هو الفرق بين التسميات؟ المملكة المتحدة هي دولة ذات سيادة وتضم 4 دول، هي إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وهذه الدول 4 ليست مستقلة تماماً، بل تختلف كل منطقة في الحكم الذاتي الخاص بها. أما بريطانيا العظمى فهي ليست دولة بحد ذاتها، بل هي اليابسة وتعرف باسم العظمى لأنها أكبر الجزر البريطانية، وتضم داخل شواطئها إنجلترا واسكتلندا وويلز وأخيراً إنجلترا، وهي دولة تقع داخل المملكة المتحدة لكنها ليست ذات سيادة. وباختصار، المملكة المتحدة هي الدولة، وبريطانيا العظمى هي الجزيرة، وإنجلترا هي واحدة من الدول 4 في المملكة المتحدة. وأنتم، هل تعرفون بلداناً تحمل تسميات مختلفة؟ شاركونا آراءكم.